هو انت يا ابني مفيش حد غيرك على اليوتيوب؟ هو انا كل ما افتح اليوتيوب الاقي المتوحد فكرة تم ان تنزيل فيديو، تم نشر فيديو، كمان ساعتين المتوحد فكرة تم نشر فيديو، بعدها بساعتين المتوحد فكرة تم نشر فيديو، بعدها ب5 دقايق المتوحد فكرة بيكح وهينشر فيديو. في ايه يا عم؟ بس مالك؟ لسه مالك في في بس ايه؟ لسه في بس لسه في بس كمان؟ المنتدى. طيب انا عايز اسأل سؤال كتير من الناس بيدور في دماغها، هل نشر اكتر من 4 فيديوهات ده هيضر القناة ولا لا؟ انا حابب اجاوب الاجابه دي، وعايز كل واحد قدامي، وعايزك كمان تفهم جزئيه محدده، ان انا بجاوبك انت بعينك، مش بجاوب كل المحتويات. يعني تمام. ايه؟ يعني ممكن اقول لك اه وهنا الاجابه هتكون واضحه، ممكن اقول لك لا وهنا برضو الاجابه هتكون واضحه، بس هي غير مريحه. ليه؟ لان غير مريحه لمنشئ المحتوى اللي هو حضرتك، سواء من امكانيات او معدات او انترنت او افكار او فوق ما حضرتك تتخيل. ولكن خلينا نكون مقتنعين، لو انت عندك المقدره انك تجيب افكار كتير جدا ويكون عندك اكبر عدد ممكن من الفيديوهات، انا متاكد بنسبه 100% ان قناتك هتنجح، خصوصا اننا مليارات من البشر موجودة في اليوتيوب وبتسمع الفيديوهات، وانت كل يوم عندك في قناتك الصغيرة مزيد من الجمهور الجديد. والدليل على كلامي، الفترة الأخيرة كلنا على دراية كاملة من اللي بيحصل بالأحداث اللي موجودة سياسيا، وشفنا قنوات زي قنوات الجزيرة والقنوات الإخبارية بدل الفيديو بينزل 100 فيديو في اليوم. طيب ايه اللي بيخليه ينزل 100 فيديو في اليوم؟ ان عنده الاستيعاب من الجمهور اللي يخليهم يسمعوا 100 فيديو في اليوم. نتيجة رقم واحد ان ده ترند، رقم اتنين ان هو لازم يكون حاضر في الاحداث دي، رقم تلاتة ان عنده جمهور بيديله لايكات وتفاعل وكومنتات بيرفع من لينك الفيديو. لكن ما ينفعش تكون قناة لسه بادئة امبارح تنزل لك النهاردة 90 فيديو مع بعض ويقول لك بعد 5 ايام انا زهقت. طب ما انت مدتش قناتك الوقت الكافي بين الفيديوهات، فبالتالي حضرتك اخطأت خطأ كبير جدا، لانك ما وزنتش ولا حطيت خطة. انت تبدأ تنزل اكبر عدد ممكن من الفيديوهات اذا كان عندك مقدرة رقم واحد على الاستمرارية. انت بتلاقيني ميت وبعمل فيديوهات، تمام، بتلاقيني مقتول وبعمل فيديوهات، بحارب الوقت واعمل بحارب النور واعمل فيديوهات. انا عامل فيديو من اسبوع والنور قاطع، والنور قاطع. فهو انا عندي شغف ان انا اعمل فيديوهات بشكل مستمر، وافكار حتى من فكره فيديو. يعني علاء اي ار اكس هو اللي سأل السؤال ده، واحنا بنجاوب عليه في فكرة فيديو، ان حضرتك انت لازم تفهم ان عندك افكار اطرحها للناس، عندك حلول لمشاكل اطرحها للناس. لكن ما يكونش عندك محتوى، وما يكونش عندك تخصص، وما يكونش عند حضرتك اي حاجة غير لمجرد انك بتنزل فيديوهات مرة ترند، مرة طبخ، مرة مش عارف ايه، هيضرب معاك فيديو او اتنين بس، لكن القناة لن توصل إلى النجاح المردود من استمراريتك. فبالتالي يبقى مع الاستمرارية لازم أفكار وتخصص وكمان التزام بشكل مستمر ولفترة طويلة جدا. ما تسألنيش فيديو كل 4 ساعات هيضر القناة ولا لأ، هو ممكن يضر وممكن يفيد. يضر لو القناة لسه جديدة وملهاش خوارزميات واليوتيوب مش هيقترحها، ويفيد لو القناة دي ريتم قناتها شغالة بشكل مستمر واليوتيوب هيطرحها لأكبر عدد ممكن من الجمهور. فبالتالي كل شخص ليه إجابة محددة بناء على الخطة اللي هو شغال عليها. هل انت محتوى مثلا ترندي فنزل براحتك، تمام، لان انت كده كده هيضرب معاك خبر وخبر تاني مش هيجيب والخبر التالت هيجيب، بس انت لازم تنزل. ليه لازم تنزل؟ لان حضرتك لو ما نزلتش هروح اشوف الاخبار المسائي. ايه الفرق بين الصفحة اللي في الجريدة بتاعت التليفون؟ يعني انت كنا بنجيب زمان كده جرايد ونيجي في الخبر الاول، تلاقي خبر كبير كده اهميته،
اهميه الموضوع، فيروح عامل لك ايه في الصفحه الرئيسيه، جريمه مش عارف ايه كده كذا كذا. دي ايه دي اللي هو حاطه لك، ان ايه هو حاطط لك الاهم. انت برضو لازم تعمل ان عندك الاهم وعندك بعد كده فيديوهات لازم تعملها، وده هيحصل مهما كان محتواك. مش كل الفيديوهات عندك هتنجح تمام، الا لما توصل لمرحله ان عندك جمهور انت المنتج. انا لسه ما وصلتش المنتج، انا لسه بمنتج على اليوتيوب، منتجي هو الربح من اليوتيوب مش منتجي المتوحد فكره. فهمت؟ دي وجهه نظر الشخصيه. انزل كام فيديو في الاسبوع؟ لا يستطيع احد مهما كان وزنه او ثقله جوه اليوتيوب او بره اليوتيوب ان يقول لك نزل كام فيديو في الاسبوع، الا اذا بص لاحصائياتك، شاف قناتك، شاف انت ملتزم، شاف انت هتعمل ايه، شاف امكانياتك، شاف انترنتك. ما انا ممكن اقول لك نزل فيديو كل يوم، تمام، الانترنت مش مساعد، اعمل لك ايه؟ حيرتني. اعمل لك ايه؟ شغلتني، شغلتني بابنتك. يبقى انا هقول لك ايه؟ هقول لك نزل وانت مش عندك امكانيات. طب هل هيضر القناه؟ برضو ما اقدرش اقول اه. هل هيفيد القناه؟ برضو ما اقدرش اقول اه ولا لا. فهو ده سؤال مايع. طيب ده هيدخلنا في سؤال تاني، ولكن السؤال التاني ده هنحب ان احنا نجاوبه في فيديو تاني. ايه هو ماشي؟ ازاي اعرف المصادر الخارجية تضر قناتي، وازاي اشوف ان المصادر الخارجية هي تكون مفيدة للقناة بتاعتي؟ وده هيخلينا نتكلم في نقطة انك تفهم الاحصائيات بتاعتك، ودي اللي كنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي. ده مهم جدا. خلاص تمام. نعملها فيديو خاص على الكمبيوتر ونوضحها، لان هي لازم احصائيات. تمام. طيب ده كان اجابتنا على السؤال الخاص بانزل فيديو كل اربع ساعات ولا لا. اميع سؤال او اصيع سؤال على اليوتيوب، انا بسميه السؤال الصايع. دي كانت الاجابه عليه، والاجابه صايعه. لازم أن تفهم الاحصائيات بتاعت القناه بتاعتك، ولو عايز تفهم احصائياتك تابع الفيديو الجاي اللي هينزل. باي باي باي.